يعني عادة في التوقيت ده احمد بيه لما بنتكلم اي مسؤول عن اللعيبة بيبقى دايما الاجابات دبلوماسية ودايما بتبقى اجابات تأفيلية اذا صحت لغوية احترازية لا وانت ملك اللغة قانون يعني هو سيد اللغة يعني الحاج دلوقتي المنصب ايه في مجلس الدولة؟ نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس نادي الزمالك ونائب رئيس نادي الزمالك طبعا نائب رئيس مجلس الدولة نعم. ومجلس الدولة بيختص بقضايا ايه يا احمد بيه؟ قضايا الاداري قضايا الاداري كله نعم يعني اشهر قضايا بيختص بيها ايه؟ دايما فيها معظم الاطراف اللي فيها الحكومة دايما او الغاء القرارات الادارية والحكومة ودعوة الجنسية يعني دايما بيبقى فيها منازعات الادارية نعم جميل طيب هل عند حضرتك حاجة تقولها لنا عن نية تعاقدات قبل ما أواجهك ببعض الأسماء؟ عايز أقول لحضرتك هو الكابتن أحمد سليمان عامل دور كبير جدا الفترة اللي فاتت دي مع المستشار مرتضى إن هم عايزين يدعموا الفرقة في على طول في اجتماعات مستمرة مع ميدو الفترة الجاية لسه برضو بنشوف القيد بالنسبة هيتفتح في شهر 5 ولا هيفضل شهر 8 على حسب أفريقيا. أفريقيا طبعا لأنها برضو هتفرق معنا في حاجات كتير طبعا هتفرق معنا في التهات يعني إن إحنا عايزين لعيبة والوضع والفلوس لأن إحنا برضو مش عايزين نشترك أي لعيبة قد ما نشتري الاحتياجات الخاصة إحنا عايزين برضو مش قصتنا نبوظ دوري قد ما قصتنا نفيد نادي الزمالك صحيح فدي القصة يعني فهو عم كابتن أحمد بصراحة مجهود كويس جدا إن شاء الله إدارة الكرة هيبقى ليها مجهود أكبر الفترة الجاية دي يمكن هو الحاجة اللي مسموح لي أقولها مثلا كان في مفاوضات كان ابتداها مجلس اللي قبليها مجلس الدكتور كمال هي مع إبراهيم صلاح ان هو يعود الى بيته وده الوضع الطبيعي هو راجع بكره او بعده بالظبط يعود الى بيته الوضع الطبيعي لان هو برده مشي في غفله من الزمن شويه وقع ولا لسه لسه بيخلص حاجات هناك كده لكن في مفاوضات كبيره على الفلوس وعلى ان شاء الله يعني ان هو وضعه فكابتن احمد عامل مجهود جبار لكن في اجتماعات مستمره بشان بعض اللعيبه وفعلا كابتن احمد بس طبعا انا يعني حتى لو مش بنحاول نعرف قد ما يهمنا انها تتحقق ولما تتحقق احنا نعرف هيبقى مواضيع مجزره وندعم ان شاء الله طيب هل كلهم من الـ من الـ من اللاعبين المحليين ولا في يعني ده مش هقول اسماء ولا لاعبين من خارج القطر هيبقى ان شاء الله يبقى في كده وكده في كده وكده كده وكده طيب لو رحنا لخارج القطر هل تم فتح الحوار عن ويليام سنغهور لاعب بنياس الاماراتي والهداف الكبير بص كل سنغالي. الامور مطروحه كل الامور مطروحه على احمد سليمان انا ده طبعا المشرف يعني احنا هي مش قصد والله الحركة ان احنا ما نقولش اسماء قد ما قصدنا ان احنا ننجح حاجه لنادي الزمالك الفتره الجايه بالظبط بس انا اهم حاجه عايز يعني اقولها او اشيد بيها او اتمنى انها فعلا تفعل ان البروتوكول ما بيننا وما بين قطب تاني للكره المصريه نادي الاهلي انه يفعل لانه ده هيبقى ليه تاثير كبير جدا على المغالاه في اسعار اللعيبه الا وهو ان احنا يبقى في بروتوكول ان احنا يبقى في احترام لتفاوض الفريق المنافس مع اللعيبه الفتره الجايه ان احنا ما نخشش في منافسه مع بعض جامده زي ما كان بيحصل قبل كده لان في الاخر بيعود على الضرر عليا وعلى النادي المنافس احنا عايزين نفعل اتفاقيات قبل كده كانت موجوده ان الاحترام للفريق الثاني واحترام للمنافس واحترام للتفاوض في التعاقد ومش ان انا اخش عشان اخد اللعيب ده من الفرقه دي لا عايزين ادام انا بخاطب مع لعيب وبيبقى معروف للفريق الثاني ان انا احترم والله ما مشيتش ابتدي اخش في الموضوع طب بس هقول لحضرتك حاجه احمد بيه في المنطقه دي يمكن انا فتحت الموضوع ده الحقيقه في انترو في احد الايام يعني انه انا قلت لاعب نادي يعني ابراهيم صلاح لاعب الزمالك فمدام الزمالك دخل ما ينفعش الاهلي يخش بالظبط ولكن في لعيبه يعني لا هي اهلي ولا زمالك يعني ما لعبش في اهلي او لعب في زمالك لو حضرتك قلت انا بدات المفاوضات سي مع ويليام سنغهور ده مثلا او سنغهور ممكن اقول لك وانا كمان فتحت معاه يعني هتضبطها ازاي من ناحيه تاريخ اسبقيه بدء الحوار بيبقى معروفه في التفاوض خلاص يعني بص عليك اصل العمليه معروفه لبعض وكلنا عارفين بعض وكلنا بنتكلم ازاي بيبقى في تفاوض التفاوض ده ان انا بوصل سعر لعيب لموضوع معين لما بخش فريق تاني بيفضل يعلى السعر وفي الاخر بيعلى السعر
الى مش قيمه اللاعب الحقيقيه. اه وفي الاخر انا ببقى ملزم حتى لو تعاقدت معاه بالزبط. انا ببقى ملزم تعاقد عالي جدا في السعر زي ابو سعود. وفي الاخر انا بالاخر بتكلم على دوري بدون جماهير لغايه ما يرجع الدوري الحقيقي لمصر. هيرجع السنه الجايه ان شاء الله. فاتمنى اتمنى مش وبس حفاظا كمان على العلاقات. لان احنا في الاخر دلوقتي احنا في ظروف صعبه, في ظروف كلنا بنخاطب جماهير. النفوس مش مستحمله. لازم يبقى فعلا قطبين بالمعنى الحقيقي للكره. طب هل اتكلمتوا مع بعض ولا لسه ده؟ والله احنا كنا بادين البادره عندنا من نادي الزمالك. احنا طبعا بنهني مجلس اداره النادي الاهلي كله بس دي لقطات على فكره لسنغافور. المهندس محمود طاهر يمكن انا اعتز بصداقه ناس كتير وخاصه الصديق العزيز الحاج محمد ابو هابل صديق شخصي لعائلة جلال ابراهيم ولينا في نادي الزمالك وهو يعني منافس شاطر لينا يعني طبعا. ولكن احنا طبعا لكن احنا بنحاول ان كنا نعمل بدلنا ان احنا هنزور وهنبارك وكان المستشار مرتضى بيرحب بهذه الفكره. بالعكس عايزين نفعل. احنا مش بنقول حاجه جديده, احنا بنفعل حاجات كان قبل كده سوابق لمجالس الادارات. ولكن بعض العناصر الملتهبه اللي ادارت بهذه الزياره وده في الاخر مش لمصلحه. فاتمنى يا رب الامور ترجع وان شاء الله احنا كلنا اصدقاء في منظومه واحده اسمها الكره المصريه وانديه مصر. نتمنى طبعا. اندريه سنغور ده لاعب سنغالي وهو فري يعني ما هوش مرتبط بالنادي, خلاص خلص عقده معاه. بس انا على ما علمت ان هو رقمه يعني غالي. حضرتك بتوجه لك الكلام ولا بوجه لحضرتك الكلام؟ رقمه غالي ولان هو لاعب شاطر قوي. الموسم اللي فات جاب 18 هدف في الدوري الاماراتي ولاعب صغير في السن وسنغالي دولي. فهو رقمه على ما علمت انه يعني بيصل لرقم 800-850 ألف دولار. فانا اعتقد ده فوق السقف اللي انتم محددينه. عموما انا هقول للكابتن احمد زي ما حضرتك بترشحنا هذا اللعيب. لا خالص ما برشحوش خالص. ده انا بتكلم على حضرتك خايف على فلوس النادي. بعض المعلومات خايف على فلوس النادي. طيب اللاعب الاخر لكن انا عايز اقول حاجه بقى حاجه فضل. ان برضو الميزه عندنا ان بنفعل قطاع الناشئين في نادي الزمالك. يعني حضرتك ما شاء الله يعني كابتن ميدو حضرتك لو تبص على التشكيل هتلاقي بيدفع ببعض اللعيبه الصغيره. صحيح صحيح. وده اللي انا كان نفسي فيه لان ده اللي هيحددني من سقف اسعار اللعيبه ان انا يلاقوني بعتمد على الناشئين الكويسين الطالعين من عندي. بالظبط. لسه انا عاملين عقد واعتمدناه في اوقات توصيه وان شاء الله يتم اجزاء. كان بالنسبه للاعب الباك رايت عبد الرحمن. عبد الرحمن كان لعب الماتش اللي فات نموذج كويس للعيب. صغير جدا. الاسعار الحمد لله كويسه. فده ان انا اعتمد على شيء اعتقد ده هيوقفني شويه في الموضوع اكيد مرحب. بس خليني برضو اقول لك احمد بيه واقول اللي ميدو في ودنه وهو طبعا اشطر مني في المساله دي. غمار الافريقي غير طبعا غير الخبره. خبره طبعا. محتاجين لاعبين من عود اخر لغايه لما دول عودهم ينشف خصوصا الماتشات اصعب. بالظبط. وبتخش على فرق اصعب وانت داخل في اعظم بطوله رابطه الابطال الافريقيه. عشان كده انا قلت عليك انا محتاج الجماهير جدا. ليه؟ لان انا داخل اي فرقه هلاعبها من الاسماء المطروحه فرق عندها جماهير وبتفتح الجماهير الملاعب او منطقه الجماهير. لما هتروح حضرتك تلعب معاها هتلاقي رؤيه مختلفه. انت محتاج جماهيرك هنا عشان تقدر حضرتك تكمل. انا بتفق معاك مليون المية. طيب لمجرد العلم فقط لغير وغير ما مطلوب برضو محيك الإجابة يعني. عشان أنا وعدت أنا ما أقولش الاسم. ما وعدت أنا ما أقولش الاسم ولكن تردد أن هناك لاعب من المغرب العربي. لاعب من المغرب العربي. ضحكت. وهو لاعب عظيم وهداف قدير ومش عايز أقول مواصفات أخرى لأنه لو قلت حاجة تانية هيتعرف اسمه أنه أصبح لاعب شهير في الوطن العربي كله. ورقمه بيتراوح من 300-400 ألف دولار وعقده خلص مع نادي بالفعل. انا ما قلتش حاجه. هل حضراتكم فتحتوا الحوار معاه؟ الكابتن احمد سليمان فتح حوار. ما انا بقول لحضرتك فتح حوار مع اللي انا بتكلم عليه ده. مش معلش فتح حوار مع بعض اللعيبه من جوه مصر ومن خارج مصر في سبيل تدعيم الفرقه. طيب انا باؤكد لجمهور الزمالك العظيم ان هناك حوار مع اللاعب اللي انا بقوله ده. بس انا اقسمت ان انا ما اقولش اسمه فانا ملتزم بقسمي. وهو رقمه بيتراوح من 300-350 ألف دولار ل 400-450 ألف دولار حسب شطاره المفاوض. وهو لاعب فز. اذا فاز بيه نادي الزمالك هيبقى صفقه مدويه لنادي الزمالك. لكن اللي انا باكد عليه ان هناك حوار تم فتحه بالفعل مع هذا اللاعب. ونفتكر التسجيل ده وانا قلت من المغرب العربي عشان ما حدش يقول لي انت بتضرب اي حاجه وخلاص. طيب انا فاضل لي مع حضرتك 5 دقايق اخدهم من خلال الفيسبوك ولا من عندي اللي حضرتك عايزه. نشجع الفيسبوك. طيب نشجع الفيسبوك.
هنا انور الحجار متصدر ما تكلمنيش ومبروك علينا، ده اهلاوي طبعا لان انتوا لسه ما تصدرتوش. عادل سليم اظن يا كابتن مدحت الزمالك كان ناقصه رئيس زي البعبع من زمان يجيب حقه ويحفظ كرامته. اللي انت عايز تعلق عليه في كلمه علق. فعلا انا قلت مستشار مرتضى منصور هو راجل هذه المرحله في اجل وقوف نادي الزمالك على قدمه تاني واستعاده حقوقه في بعض الامور المعينه. اوكي عمرو قتاته، انا عايزين اجابه سريعه عشان اخد اكبر عدد. عمرو قتاته مساء النور يا كابتن مدحت، يا ريت تسال المستشار احمد امتى هنشوف الزمالك مش في المركز الثاني وامتى مش هيكون حصاله مجموعته في افريقيا؟ ان شاء الله الفتره الجايه هيشوف الزمالك احلى بكتير. ليه ميدو مركز مع الاهلي في كل تصريحاته؟ بالعكس انا شايفه مركز جدا بعد توجيهات مش مرتضى، ان هو مركز جدا في فرقته الفتره دي. احمد سبارو ارجوك يا كابتن مدحت وبشده قراءه رسالتي كامله الاهميه. كابتن مدحت لو طلع ان موضوع رجوع شيكا للزمالك ده صح هفضل ادعي لك واحبك اكتر، خصوصا ان شيكا بيدي قوه جباره وكذا وكذا وكذا. ده احمد عادل من بني سويف. والله كلام شيكا لعيب موهوب جدا، اعتقد الفتره الجايه لو خلص تعاقده يبقى رؤيه جهاز فني مع اداره كره القدم الفتره الجايه، هل الاستفاده منه احترافيا ولا ان هو يرجع لفريقه تاني. طب هل هو اتكلم معاكم ان في احتماليه رجوعه؟ ده لا دلوقتي لا. ولا وكيل اعماله؟ لا لا. محمد عثمان مساء النور يا كابتن مدحت، حضرتك امتى هتحلل المباريات على قناه النهار؟ محمد عثمان كفر الشيخ لما يكون الاوان باذن الله يا محمد. ايمن الشريف مثيلي على المستشار احمد جلال، عاوز اعرف الجماهير هتحضر دور الثمانيه الافريقي ولا لا زملكاوي بورسعيدي؟ بنجتهد بس لازم يبقى فيه برضو قبول من الناحيه الثانيه الطرف التعهدات، لان انا في الاخر عايز اجيب الفرقه الجماهير تشجع فرقتي، ما يحصلش مشكله تاني زي ما كان بيحصل قبل كده. فاتمنى يا رب ان مجهوداتنا ينفع معاهم ان هم يرجعوا ويبقى فيه تعهد ان شاء الله يا رب. فادي كول سلامي للكابتن احمد جلال لابراهيم كتير قوي يا كابتن مدحت، ده بيبعت سلام. أنا بس شكرا. علي فوزي برنس يا كابتن مدحت والله اشكرك يا حبيبي. ناخد من هنا كده تاني نجري شويه عشان ناخد من كل الاماكن ناخد كده. كابتن مدحت ممكن تسال المستشار عن قناه الزمالك اللي جايه؟ ده عمر اوكا. في اهتماماتنا الفتره الجايه ان شاء الله المنظومه الاعلاميه بالكامل. أنا قلت هيموت عليك يا حبيبي، ده اسمه بيسموا نفسه موت عليك يا حبيبي. أنا قلت بموت إيه؟ أنا قلت هيموت عليك يا حبيبي حاجة كده. أصل أنا ماليش في القصة دي فبندهش من الأسماء. كابتن مدحت منور الشاشة، عايز أعرف من المستشار أحمد هل ويليام جيبور بالفعل في أجندة الزمالك؟ أنا أحمد صالح من المنصورة. أوكي يسأل أحمد سليمان. يسأل. طيب. محمد عصام سلام عليكم يا كابتن، اي حد بيغلط في الحضري نسي انه كان السبب الوحيد لفرحتنا مع المنتخب، فاكرين ولا لا؟ حابب تعقب؟ اذا كان هناك رد فعل من الزمالك فكان في برضو هجوم من لتحت نادي الزمالك، وده اللي قلنا مش هنرتضي بيه. اوكي. ميدو مساء الانوار يا كابتن مدحت، انا بحبك قوي قوي وبحترمك، وبس في سؤال، انت ليه يا كابتن بتيجي على الاهلي دلوقتي؟ يا كابتن انا نفسي ترجع زي زمان ميدو اسكندريه. لاحظت حاجه زي كده يا احمد بيه؟ لا ابدا حضرتك محايد يعني. الله يخليك. اخد كمان ثلاث ارجري كده شويه يا جماعه، جال حضرتك حوالي 760 رساله. هو الاستاذ مرتضى جاله كام؟ جاله 2650. ريس بقى. كابتن مدحت ليه دايما الاعلام الاهلاوي بيحارب مدربين الزمالك في عز صحوه الزمالك مثل ما حصل مع الكابتن حسام وحاليا مع الكابتن ميدو؟ هل يعني لاحظت حاجه زي كده بشكل عام؟ لا هو طبعا يعني. الاعلام طبعا محترم جدا، لكن في بعض، ما هو مش كله كويس، في بعض حاجات بتحاول دايما تدخل ميدو في بعض المواقف. يعني انا مش عارف ايه السبب في ده. انا رغم ان انا دايما بقول ان الاعلام لازم يساند ويحل مشاكل. نعم. احمد العالمي ايه اخبار شيكا شلبوكا ويا احمد بيه؟ احمد العالمي رجع مدحك جاوبت. خلاص اوكي ناخد كده نجري كده شويه وناخد. مساء انوار يا كابتن شلبوك، عايز اعرف اخر اخبار ابراهيم صلاح. ده سيكس ده انا حضرتك قلت انه تقريبا في مفاوضات كده المجلس اللي فات وان شاء الله بنكملها وربنا يسهل وتنجح ان شاء الله المفاوضات من كابتن احمد. احمد الحلو بيقول لحضرتك مساء الانوار، هو الزمالك قادر على المنافسه في افريقيا؟ طبعا ان شاء الله نادي بطولات، ويا رب يا رب بس بدعاء الجماهير وبحضور الجماهير بعد ربنا سبحانه وتعالى والتشكيل ان شاء الله هيبقى الدنيا كويسه ان شاء الله. جميل.
طبعا بقى انا بشكر بقى حمدي الغناشي، وبشكر جدا محمد رضا على الكلام الرقيق ده، وجيكا الركين، ومؤمن ذهب، ومحمد محمود ويكا او اوكا حاجه زي كده. طيب اخد كمان ثلاث رسائل لحضرتك. حضرتك الكلام الحلو ولا ليا؟ ليك انت طبعا اكيد. وجايز ليا، جايز ليا. الحقيقه كان عندي سؤال جالي في ودني دلوقتي، بيقول ازاله اسماء الناس اللي عملت منشآت قرار فردي ولا جماعي؟ عرفنا ان انتوا شلتوا الرخامه اللي كان عليها اسم هاني العتال اللي هو عمل الجيم و و و و و والكروكي او حاجه زي كده، الاستاذ ممدوح عباس، حاجات شبيهه كده. حابب تعقب؟ يمكن الاستاذ مرتضى عنده فكره معينه ان هو ما فيش حد عمل حاجه الناس زي ما هيك بننكرها ابدا. اوكي. بالعكس كلنا اي حد عمل طوبه بالعكس بيشيله على دماغنا من فوق، وده اسلوبنا. بس الاستاذ مرتضى كان ليه وجهه نظر انه اذا كان الناس عارفه فمش لازم نحط اليافطه والكلام ده بطريقه معينه. صحيح حصل خلاف، لكن انا مش الخلاف مش القصه دي بقى، يعني بالعكس يعني احنا هاني ده اخويا وعلاقته بالاستاذ مرتضى علاقه كويسه، والاستاذ مرتضى هو رئيس نادي الزمالك، ما هو نفسه شال يفط ليه، شال يفط ليه، شال يفط ليه قبل كده. أوكي. طبعا. لكن انا بقول ايه، هي القصه في القصه في الناس اللي عايزين يكبروا هذه المساله. كل الناس عارفه ان الاستاذ هاني العتال وكان معايا وانا اشهد له ان هو اللي تبرع وعمل جزء كبير بالمساهمه مع نادي الزمالك. احنا نادي الزمالك ادى قطعه من الارض والاستاذ هاني اضاف، تمام، وفعلا اتعمل حاجه لنادي الزمالك وكل الناس عارفه وكلنا اشهدنا بيه، وعملنا لها بالعكس عملنا لها حفله كبيره جدا، الجمعيه العامه كلها عارفه. فمفيش حد مشار جلال ابراهيم عمل حاجات كتير جدا. ما 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 طلبش ما طلبش يعني، ولكن معروف مشار جلال. فمحدش يقدر ينكر مجهود الاستاذ هاني ولا الاستاذ مرتضى ولا في اللي عملوه ولا اللي عملوه الرؤساء كلهم. ولكن القصه في الناس اللي بيحاولوا يثيروا خلاف وبيحاولوا يعني، يا ريت هما بيروحوا يجيبوا كلام الاستاذ مرتضى ده، بيجوا الواحد عشان يحصلوا يعملوا ازمات. اوكي. يعني انا كلامي واضح. انا 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 لست نائب رئيس عشان اعمل ازمه مع رئيس نادي. طبعًا. انا نائب رئيس اساند رئيس نادي واساند مجلس اداره، انا جاي عشان اشتغل مش عشان اتكلم في ازماتكم. اللي ليه موقف وليه موقف هو زعيمه يروح يكلم مستشار رئيس النادي من وجهه نظره. ولكن في الاخر ابوك كلنا اسره واحده، وانا بنشهد ان الاستاذ هاني عمل حاجات كتير، والاستاذ مرتضى عمل حاجات كتير، وكل الرؤساء عمل حاجات كتير، وفي الاخر مش عايزين الموضوع ده ياخد اكبر من حجمه. عشان المواضيع تتلم في الاخر. لا انا معاك، لان هي لو زادت عن الحد والواحد استجاب لهذه الموضوع، الموضوع مش هيبقى كويس. لا بقت فتنه، بقت فتنه، بقت فتنه، وبقت عداوات. ويا ريت ان هم بيروحوا يواجهوا بنفسهم. ده هم عايزين الناس هي اللي تواجه عنهم. نحن اعضاء مجلس اداره مش هنكون اداه لاشعال فتنه او حرائق في نادي الزمالك. احنا الناس ما انتخبتناش عشان نعمل ازمات. اذا كان في خلاف بنحاول نحله بالاسلوب الهادي والمتزن، وده دوري كنائب رئيس ان ابقى رمانه الميزان. طبعا انتوا بتحاولوا تصدروا مشاكل عشان يحصل، مش هيحصل. لان احنا كلنا متماسكين وكلنا بندافع، وانا هو بقول لحضرتك انا 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 نائب رئيس النادي لخدمه اعضاء النادي ليس لاثاره الازمات. صحيح. وكلنا بنساند مجلس اداره من اول مستشار مرتضى رئيس النادي الى اصغر عضو مجلس اداره عشان نعمل حاجه لنادي الزمالك. انا وانا بقول معاك. وبنؤكد على ان كل واحد عمل حاجه لنادي الزمالك، وانا بقول لحضرتك في ذاكره التاريخ الاستاذ هاني عمل حاجات كتير لنادي الزمالك زيه زيه زي رؤساء النادي بالظبط، والنادي ساهم معاه في حاجات كتير. بالعكس يشكر عليه، والاستاذ مرتضى شكر قبل كده، انما قصه هيكبروا الموضوع قوي عشان خاطر يحصل فتنه ويصدرونا. اللي عايز يروح مش عاجبه يروح يتكلم بنفسه، ما يصدرش ناس تانية. لا تمام. وعلى فكره برضه هو شياكه النادي، انا فاهمك انت، في ناس بتزق ناس عشان تعمل عداوات جايه، وللاسف ناس يعني ناس قريبه حتى من اعضاء مجلس اداره. طب حضرتك ما تكلموا اعضاء مجلس اداره، اشمعنى؟ ولا ليكوا دور معين في حاجه معينه؟ ليكوا دور معين، انتوا متضايقين من حاجه او شيء بوجهه نظر، احنا بنحاول نهدي الامور عشان نادي الزمالك يمشي. وانا اتصلت بالاستاذ هاني، يمكن بس اتصل بيا وكان واتصلت بيه كان تليفون مقفول، واتصل بيه تاني ما ردش عليا، هو معتقد كان مسافر ولا حاجه، عشان اهدي الامور. لان في الاخر هو مرتضى رئيس نادي الزمالك، واستاذ هاني عضو مجلس اداره وله خدمه او له وضع في نادي الزمالك، ومستشار مرتضى هو رئيس نادي الزمالك، كلنا تحت مظلته حاليا. فلازم كل الامور تتلم. ارجو من اللي هم عايزين يثيروا فتنه وبيسخنوا الناس يسكتوا خلاص بقى، مش هينفع مش هينفع مش هينفع ومش هنقاد الى اثاره الفتنه. واحنا باكنج ليكم 100% في المساله دي. وانا على فكره متفق في جزئيه انه ده نادي، فما يجبش يتحط اسماء مختلفه في اماكن مختلفه، خليه تحت مظله الزمالك والجمعيه عارفه. اخر حاجه يعني في ناس
ظراف جدا. مشار مرتضى هو رئيس النادي وانا نائب رئيس بحكم القانون، انا اشغل مكان نائب مكان الرئيس في حد غيابه. انت المشار مرتضى فوضك في رئاسه النادي وانت رئيس النادي الحالي وانت وانت لا. هي العمليه مش كده. اوكي. ما تحاولوش تعملوا حاجه تحصل انشقاق في المجلس. رئيس النادي هو المستشار مرتضى منصور. صحيح. نائب رئيس المستشار احمد جلال ويشغل مكانه في حاله غيابه ساعه ساعتين يوم. نعم. فقط بحكم القانون ليس اكتر. النوعيه دي موجوده في كل حته. صعب بس احنا موجوده بس وهم بيلاقوا الاجابه دي مننا بس خلاص بيلاقوا الاجابه دي لا بينزلوا على مفيش خالص مفيش خالص. بتمنى لكم كل توفيق احمد بيه وشرفته ونورته. انا متشكر جدا ومتشكر حضرتك على ان انت دايما واقف في مشاكل نادي الزمالك وفي اظهار صوره نادي الزمالك انه بجد نادي عظيم اعضائه اعضاء عظام شرفونا في الانتخابات. اذا كنت بقول نادي الزمالك عظيم فجماهيره الاحلى وله وضع وتاريخ. بتمنى الخير لكل الناس مجلس اداره المحترم رئاسه المشار المتنصور لرموز النادي وشرف ليا ان انا ابن احد هذه الرموز المشار جلال ابراهيم. اتمنى يا رب واتمنى وجهه نظري الشخصيه اني انا بقول انا نفسي في المشار مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك هذه الفتره. عايزهم احنا محتاجينه في هذه الفتره الجمهورية. وكل رموز النادي متفقه معايا في هذا الاسلوب وهذا الوضع لان ثقه الجماعه العموميه فيه كانت كبيره جدا. وبنقول له راجل هذه المرحله انا عارف ان ليه وضع في السياسه وليه وضع في حب الناس وليه وضع في الترشح ولكن اتمنى نادي الزمالك في ظروف صعبه جدا محتاجاه في هذه الفتره يبقى رئيسا لجمهوريه نادي الزمالك. بالظبط. اوكي. اشكرك يا احمد. انا متشكر لحضرتك جدا وشكرا. الف شكر. مع النقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد الشرقاوي ولكن بعد الفاصل.